وهنا مسألة، كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي، قد يأتيه بعض الناس من ذكرت لنا هذه المسألة سئل فيها بعينها فقال: يا شيخ، قولهم من نوم ليل تفريقهم بين الليل والنهار لا دليل عليه. فقال هذا الشيخ عليه رحمة الله توفي، قال: من أكبر الخطأ أن تنفي الدليل، لا تقول لا دليل عليه، وإنما قل لا أعلم الدليل. ثق أن أحدا من فقهاء المسلمين من المذاهب الأربعة جميعا لا يمكن أن يأتي في حكم في مسألة إلا وبدليل، لكن قد مخالفه يكون عنده دليل أقوى أو يتعارض الدليلان، فنحتاج إلى مرجح خارجي ثالث للترجيح بين هذه الدليلين. إذن احذر من التعبير بماذا؟ لا دليل، قل لا أعلم الدليل، لا أفقه الدليل، ضعف عندي الدليل، لكن لا تقل لا دليل على